بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بكم في برنامجكم الرضا حياة. برنامج الرضا حياة هو أسلوب جديد لحياة جديدة بنعيشها بأفكار خلاقة، وبنترك الأفكار القديمة المعيقة لحياتنا إن احنا المفروض نعيشها بسلام داخلي وبرخاء وبوفر في كل شيء. لكن عدم الرضا هو اللي بيجعلنا نعيش التعاسة والاكتئاب والقلق والتوتر المستمر. زي ما احنا قلنا قبل كده ان برنامج الرضا حياة هو بيدخلك المدرسة الإلهية اللي هي منهجها الرضا وحب الآخر، وبيخرجك من المدرسة الإبليسية اللي منهجها التذمر والسخط وإشمعنا أو الأنا. احنا وجدنا ان اغلب الناس، يعني اغلب مشاكلنا او اغلب الاخطاء التي نقع فيها سببها هو عدم الرضا. بنجد ان الناس ناس كثيرين غير راضين عن حياتهم. اللي عنده اولاد او صبيان غير راضي عن هؤلاء الاولاد، عاوز البنات، واللي عنده البنات غير راضي عن البنات وعاوز الاولاد. لدرجة ان انا اعرف شخص يعني عنده بسم الله ما شاء الله 6 بنات، لكن برضه بيضغط على زوجته كل سنة تخلف علشان تجيب الولد، وإلا سيتزوج عليها. فماذا تفعل هذه المرأة أو هذه الزوجة المسكينة اللي هي بتحاول ترضي زوجها؟ لكن هل زوجها فكر إن هو يرضيها؟ طبعا إذا هو رضي بما قضاه الله له سوف يحدث الرضا في البيت، وسوف يرضى عن زوجته وزوجته ترضى عنه. ايضا اللي وجدنا ان الناس برضو اللي عندها المال يقول لك انا مش مرتاح برضو، او غير راضي، او عندي قلق وتوتر. ما انت عندك المال اللي هو كل الناس بتجري وراه، لكن هو ما عندوش حالة عدم الرضا. لكن احنا لما نيجي نقول للناس يجب ان ترضى الاول ترضى، فنجد الاجابة اللي بتجينا ازاي؟ كيف ارضى؟ شايف المشاكل اللي هنا، مشاكل في البيت، مشاكل في العمل، مشاكل في المجتمع، مشاكل مع الجيران. ما احنا بنقول لك ارضى، لان الرضا هو الباب السحري لحل جميع مشاكلك. لو رضيت كل مشاكلك هتتحل، لانك في الرضا بتستسلم وتسلم امرك لله الواحد الاحد. النهارده الحلقه بتاعتنا كيف يتجلى ما تريد في حياتك. كل الناس تتحدث معايا وتكلمني قانون الجذب، وقانون الجذب كيف نطبق قانون الجذب، بس انا طبقت وما حصلش حاجه. طب انا التقنيه عاملها ازاي؟ يعني للاسف احنا يعني قانون الجذب بيعمل معانا طوال الوقت، لكن انك تقعد بقى مركز وتقعد ان انت استنبع عايز تعملها، طبعا ده بيروح منك ولن تجني ثمار اي شيء. لازم في مقدمات الأول أنك تعملها لكي يتجلى لك ما تريد في حياتك. أولا أنك تنقي عالم الأفكار بتاعك. الأول تنقي عالم الأفكار، تزيل الأفكار المعيقة. الأفكار اللي هي إيه؟ أفكار اللي مفيش، أفكار إن كل حاجة لازم أتقاتل عليها، أفكار السخط، أفكار التذمر، أفكار الندرة، أفكار الحسد والحقد والتشاؤم. إن دايما كل يوم يعني بتسب الدنيا والعياذ بالله، وبعدين تتعامل معاملة سيئة مع الآخرين، كل ده بيجعلك تبعد عن تحقيق ما تريد أو إنه يتجلى في حياتك أصلا. يعني بالمرة ربنا سبحانه وتعالى أعطانا حرية الاختيار. أعظم حاجة أو شيء ربنا أعطاه لنا هو حرية الاختيار، أنك تختار الغث والسمين، تختار الأفكار الطيبة وتبتعد عن الأفكار الخبيثة. مشاكل العالم في كل هذه الأمور البسيطة اللي احنا يعني ممكن بنقولها للمستشاهد من السادة المشاهدين في بساطتها، لكن هي مؤثرة وقوية. أن يتجلى فيك في داخلك أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أخلاق النبي في إيه بقى؟ في الحلم عند الغضب، وفي الشدة، وإنك تتعامل معاملة حسنة، تقابل الإساءة بالحسنة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهودي الذي كان يؤذيه أمام بيته. فماذا فعل عندما تغيب هذا الرجل؟ ذهب ليزوره،
وهو مريض، فيعني هذا رجل يسيل النبي والنبي يزوره. أيضا يعني في مواقف كثيرة جدا، يعني مواقف الأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تتجلى فيك هذه المواقف. ولا ننسى الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان له عنده دين، فقبض على رقبته صلى الله عليه وسلم وقال له: يا ابن عبد المطلب، إنكم قوم مطل، أعطني يعني ديني. فكان من سيدنا عمر أن هو رفع سيفه وأراد أن يضرب هذا الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن في غنى عن هذا يا عمر، يعني كان لك أن تأمره بحسن الأداء وتأمرني بحسن القضاء. ومن هنا يعني بيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل مع هؤلاء الناس اللي هم عندهم شدة وغلظة في تعاملاتهم معنا. طيب احنا معنا اتصال دلوقتي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا لو فضل حضرتك ممكن سؤال لحضرتك لو سمحتي. اتفضلي اتفضلي حضرتك. احنا دايما بنسمع كلمات سلبيه من الاخرين، نعم، بتزعلنا ازاي نحمي نفسنا منها. طيب شكرا يا فندم، شكرا جزيلا على سؤال حضرتك، ان شاء الله بنجاوب عليه دلوقتي. طبعا السؤال ده برضو في يعني مهم جدا، الناس كلها اغلبها بتواجه مثل هذه الامور، دايما الناس بتتحدث معاه بطريقه سلبيه او بتوصفها بطريقه سلبيه فبيتاثروا بيها، وبالتالي بيؤثر ذلك على حياتهم. مثلا ندي مثال بسيط، مثلا واحد يقول لك: والله ده انت راجل سيء. هل انت سيء فعلا؟ يقول لك: انت وحش. هل انت وحش؟ هذه الكلمه انا عايز انبه لكم، انبهكم، هم الناس بيبرمجوكم حسب ما هم عايزين او حسب ما هو موجود في داخلهم. لا تسلموا انفسكم للاخرين، اوعكم تسلموا انفسكم للاخرين، بالعكس، انت هذه الكلمات هي خاصه به هو او خاصه بهذا الشخص، ولكن ليست لك انت، هذه ليست من ممتلكاتك. الشخص كل شخص يتحدث عن ممتلكاته. دي ممتلكاته اللي هي الكراهيه والالفاظ السيئه والالفاظ البذيئه اللي هي: انت فاشل، انت سيء، انت وحشه، لا انت مش عارف، تخينه، انت رفيعه، انت وهكذا. هذه الكلمات لابد لنا ان نحط فلتر كده، ولا يعني نسمح للامور الطيبه انها تمر والامور السيئه خلاص نركنها على جنب، مش بتاعتنا. دي امور مش بتاعتك او مش بتاعتك، دي بتاعتك انت. لكن انا عارف نفسي كويس، انا كويس ومتميز في عملي وفي شغلي وفي اخلاقياتي مع الناس من حولي، لكن ما تتلفظ به الي لا يخصني. رايك فيا لا يدل علي ولن يدل علي، انا لا شخصيتي ولا كياني وليا الاخلاقيات بتاعتي. طيب معانا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا فندم. اهلا وسهلا. الله يخليك يا حبيبي، كل سنه وانت طيب. طيب الله يخليك، شكرا على البرنامج اللي انت بتقدمه لحضرتك. الله يسعدك ويكرمك، ربنا يخليك حبيبي. الله يخليك. اتفضل يا فندم. سؤال في الاونه الاخيره في المجتمع بتاعنا، ظاهره الاستهزاء بالاخر. نعم، يعني عاوزين نسمع من سعادتك كده مدى هذه الظاهره وتاثيرها على المجتمع وعلى الشباب في مجتمعنا. طيب يا فندم، شكرا لحضرتك يا استاذنا، شكرا جزيلا. طبعا هذا السؤال في غاية الأهمية. موضوع الاستهزاء بالآخر نقدر انتشر في المجتمع، والتقليل من شيء الآخر حتى في المدارس، حتى احنا كلنا عانينا من هذا الأمر في المدارس واحنا صغيرين، في داخل البيت نفسه عانينا منه، في محيط العمل، في أي مكان بنجد هذه الظاهرة وقد انتشرت. طبعا ظاهرة خطرة جدا، لكن ربنا سبحانه وتعالى يعني قال: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. أوعك وإياك أن تستهزئ بأي شخص أيا كان. يعني احنا عن تجارب شخصية، أنا شخصيا كنت في شخصيات معينة كده كنت أوصلها أنها عادية، لكن لقيته شخصية مختلفة، خدوم وممتاز وكويس وعنده إبداع وعنده حاجات حلوة ممكن يخدم، فأنا من بعدها بدأت أحرم أن أنا لا استهزئ باي شخص سواء كبير او صغير، لكن علي ان احترم الجميع. هذا مبدا في الانسانيه ومبدا في الدين الاسلامي. السيده عائشه رضي الله عليها وهي من المؤمنين يعني تتحدث عن السيده صفيه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وتشاور بس انها كده يعني انها قصيره يعني، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمه لو مزجت بماء البحر لمزجته. وهي لم تتلفظ بكلمه، ما قالش انها سياره بس، ده شاورت بس. فلذلك دي هذا امر خطير في المجتمع.
احكي لكم قصه برضو بالنسبه لاولادنا في المدارس، الاستهزاء بيهم. بنوجه رساله النهارده من خلال برنامج الرضا حياه ان احنا نتجنب الاستهزاء المعلمين والمعلمات. بلاش تستهزوا باولادنا، عاملوهم معامله راقيه، اغرسوا فيهم النجاح والتفوق والابداع حتى يبدعوا. ان اولادنا بنسلموهم لكم في المدرسه، وانتوا اللي يعني عليكم عامل كبير جدا انكم تغرسوا فيهم مبادئ وقيم. احنا علينا في البيت عامل، وانتوا عليكم عامل اكبر في المدرسه. ممكن تغرسوا فيهم النجاح او تغرسوا فيهم الفشل، ممكن تغرسوا فيهم الابداع ان هو يكون طفل مبدع بترديد هذه الكلمات على مسامع الطفل. طيب يا فندم برضو احنا هنكمل بس ناخد الصد الاول. ايوه السلام عليكم. السلام. انت كده يا دكتور؟ مساء الخيرات استاذنا، اتفضل حضرتك. والله احنا بنشكر قناه الصحه والجمال على البرنامج الجميل ده، وبنشكر حضرتك، ونتمنى البرنامج يطول شويه. الله يخليك. عشان الاولاد والمدام وال شكرا يا فندم. يستفادوا اكثر من البرنامج. شكرا يا فندم. سؤال حضرتك. في ظاهره في المجتمع المصري في الاونه الاخيره وهي ظاهره الانتحار. نعم. خاصه عند الشباب والفتيات ما بين المجتمع وما بين تقريبا طلبات المدارس وكده. طيب نتمنى نشوف ايه المشكله ونعالج اسبابها. طيب يا فندم انا بشكر حضرتك على السؤال الجميل دوت، وان شاء الله هرد عليه دلوقتي. شكرا جزيلا. طبعا احنا بنكمل موضوع الاستهزاء برضو، ان كان في طالب يعني في فتره صباحيه كانوا قالوا ان في مفتش تعليمي جاي لاحدى المدارس، ولكن الطفل ده يعني كان ماشي في الطريق فلقى سياره لواحد شخص معين، وهذه السياره عطلت في الطريق العام. فهذا الرجل خرج من السيارة وبدأ ان هو عاوز يصلحها، فمش عارف يصلحها كويس. فجاء هذا الطالب وهذا التلميذ وقال له انا ممكن اساعدك او اصلح هذه السيارة. فطبعا بص له كده وتعجب، قال له تعرف؟ قال له اعرف. قال له خلاص اوكي اتفضل. ففعلا بدأ يشتغل في السيارة، المهم صلحها، دور دارت. فقال له انت شكلك في احدى المدارس المحيطة هنا. قال له ايوه. قال له طب انت ليه سايب المدرسه وانت وده وقت دراسه؟ فقال له لقد قال لي المدرس اليوم سوف ياتي مفتش التعليم هذه المدرسه، وانت طفل غبي ولا احب ان يراك المفتش في المدرسه هذا اليوم. فتعجب المفتش، قال له اانت طفل غبي؟ قال له لقد قال لي هذا الكلام. قال له بل انت اذكى طالب، أنا مفتش التعليم الذي سأزور المدرسة اليوم، اركب معي لنذهب إلى المدرسة. إحنا كم بالاستهزاء بتاعنا قتلنا مواهب وملكات عند أولادنا. يعني كل أولادنا فيهم أحمد زوين، فيهم موتسارت، فيهم بيتهوفن، فيهم شكسبير، فيهم نجيب محفوظ، فيهم علماء وأدباء ومفكرين. إذا إحنا استهزأنا بيهم بنقضي عليهم. طيب يا فندم برضو معانا اتصال. ايوه فندم السلام عليكم. استاذ صبحي معانا. ايوه السلام عليكم. الاولاد دكتور عندهم مشكله في القراءه والكتابه، والبعض بيكتب المألوف. طيب يا فندم شكرا جزيلا. شكرا استاذ صبحي. شكرا. هنرجع للسؤال استاذ محمد اللي هو بتاع الانتحار. نعم. الانتحار، موضوع الانتحار ده اصبحت ظاهره في المجتمع منتشره، لدرجه ان انا يعني في الآونة الأخيرة ديت يعني فوجئت إن في طالبة في الصف السنة الخامسة في السنة الخامسة كلية طب أسنان حسب الخبر المنشور إنها انتحرت لأنها لم تحصل على المرتبة الأولى. طبعا يعني حاجة غريبة جدا. بنلاقي واحد مثلا طالب مثلا في كل سنة في الثانوية العامة بنجد حالات انتحار كثيرة جدا بين بنات وأولاد، وبالذات البنات أكثر شوية. ما حلتش في الكيمياء مادة الكيمياء، ما حلش مادة الفيزياء، بترمي نفسها من الشباك المدرسة، بترمي نفسها من البيت. المهم يعني حالات انتحار سنوية. واحدة زوجة لسه برضه أول امبارح انتحرت لأنها بسبب الخلافات الزوجية. أنا شخصيا في بلدي يعني شفت حالة انتحار بنفسي. أنا كنت واقف في الطريق ولقيت واحدة بترمي نفسها من فوق السطح. طبعا يعني كان موقف مروع جدا، يعني برضه بسبب إن في خلافات زوجية. عاوز أقول رسالة لكل أم وأب، أولادكم أمانة عندكم،
أمانة لو أنتم إذا لم تكونوا قادرين أنكم تنجبوا أولاد وتربوهم بلاش الإنجاب. ما هو أنتم بتجيبوهم وتربوهم في الآخر بينتحروا. الانتحار ده سببه له أسباب كثيرة جدا. أول حاجة أن البنت الطالبة اللي بتنتحر في سوء تقدير للذات، مفيش تقدير على ذاتها، لأن في البيت دايما في مقارنة، ده الولد أحسن من البنت، بنت عم الجابت، بنت فلان خالد كذا، ففي مقارنة. السوء المقارنة ده بيجعل الطفل تحت ضغط لدرجة أنه لو جاب درجة مثلا سيئة أو رديئة بنجد أنه هو بيخاف أنه يبلغ أبوه أو مامته، وبيخاف لأنه طبعا في حالة مقارنة مستمرة. طبعا المقارنة بتعمل تقدير متدني. التقدير المتدني ده سببه طبقا للأبحاث الموجودة أن التقدير الذات المتدني سبب كل مشكلات الإنسان، سواء التعاسة أو السعادة، الاكتئاب، المواقف السلبية، خلاص أنا مش فارقة معايا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحقرن أحدكم نفسه. التحقير الذات من الأمور الخطيرة جدا. لازم أنا أغرس في ابني أن يكون عنده تقدير عالي لذاته، سواء جاب أو ما جابش، دي حتة جاب أو ما جابش دي قصة تانية. الأمر الثاني أن إحنا في مجتمعنا بنعامل ابننا على النتيجة وليس على المجهود. يعني مثلا ابني جاء في امتحان الرياضيات مثلا مجموع من 100 جاب مثلا 60 أو جاب 70، هو اجتهد، المجهود بتاعه جاب كده، أشجع عشان يجيب 80 و90 و100، لكن أنا ما أحاسبش على أن إحنا بنحاسب على النتيجة وليس على المجهود. أنا في تقديري أن الأب والأم يكون ابنهم هو رقم واحد في حياتهم. لذلك الانتحار من أسبابه برضو فقدان الحب والحنان، ان هذا الشاب او هذه الشابه فقدت حب وحنان في البيت. فاذا هي يعني هي ايه مطلوب منها انها تكون تحصل على كذا عشان تتحب؟ لا، انا لا افكر هذا التفكير. ابني ده حاجه واللي بيعمله ده حاجه ثانيه خالص. ابني ده انا بحطه يعني هو يعني انا مربيه وهو بمثل ليا وهو امتدادي بعد مماتي، بحافظ عليه، انا حافظ عليه الاول، لان لو بحافظ عليه هو بعد كده هيجيب لي اللي أنا عايزه، أي حاجة أنا عايزها هتكون بعد كده. اللي بعد الأمر اللي بعد كده اللي هو يبقى الجانب الروحاني. أغلب الناس ما عندهاش جانب روحاني. يعني جانب روحاني البنت يكون عند الولادة والست اللي بتنتحر ديت تعرف أن الانتحار ده جريمة وتعاقب عليها، وأن هذا لا يرضي الله سبحانه وتعالى ولا يرضي الرسول صلى الله عليه وسلم. كل هذه الأمور مغيبة عن الناس. أنت ليه بتنتحر؟ عشان خلافات زوجية؟ لا، ما احنا نجيب ناس وتقعد وتشوف الخلافات ونحلها، نتعلم الحوار بيننا وبين بعض. بعد كده ان طبعا في الابحاث ان 93% من اغنياء العالم لا يشعرون بحاله الايه بالسعاده الداخليه، برضو لغياب الجانب الروحاني. الذكر والتقرب من الله بالعبادات والاعمال الحسنه هو ده اللي يجمع اولادنا ويحافظ عليهم من عمليات الايه الانتحار. طبعا برنامج الرضا حياه هو اللي بينجيك او بيحطك على محطه او الباب الملكي للسعاده والصحه والوفره وكل ما تتمناه في حياتك. لذلك اول حاجه ان احنا دايما نضع هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وارضى بما قسم الله لك تكون اغنى الناس. الرضا هو اللي بيجعل ربنا سبحانه وتعالى يطرح أو يمنحك البركة في كل شيء. والعقل الممتن والراضي قريب من الله سبحانه وتعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم ومن نعم الله ومن نعم الدنيا. العقل الممتن، اضبطوا موجة أفكاركم على الامتنان وعلى الوفر وعلى الخير وعلى السعادة، واعلموا أنكم يعني أفضل المخلوقات عند الله سبحانه وتعالى. فلا انتحار، لا استهزاء، لا سخط، لا تذمر، لكن عندنا يكون حالة الرضا دايما هي اللي يعني عنوان حياتنا. إن شاء الله في الحلقة القادمة يعني هنخصص جزء للأطفال متعسري القراءة ونجاوب على الأسئلة دي إن شاء الله. ألقاكم على خير في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.